الجديد، وكما تشاهدون وصول طائرة الإغاثة الإماراتية إلى مطار حميميم في اللاذقية. هذه الطائرة تحمل 30 طن من المساعدات، منها الغذائية ومنها الدوائية. دولة الإمارات وكما عهدها العالم سباقة في مد أيديها البيضاء للشقيق والصديق كلما اقتضت الحاجة، وهي على مستوى المساعدات الإنسانية تحتل المراتب الأولى عالميا. في الأيام المقبلة ستسير قوافل طبية إماراتية سورية إلى الأرياف. لماذا إلى الأرياف؟ لأن الكثير من الذين أصابهم الزلزال نزحوا باتجاه المناطق الريفية، فكان من الصعوبة عليهم بمكان الانتقال والتنقل للوصول إلى المستشفيات. فالقوافل الإماراتية السورية الطبية ستصل إلى المحتاجين لهذه الأدوية التي وصلت اليوم على متن هذه الطائرة، وستصلهم إلى الأرياف والمناطق الريفية. أيضا الطائرة تحمل مساعدات غذائية سيتم توزيعها على المتضررين الأكثر حاجة بالتعاون والتنسيق مع الجهات السورية.